اهلا بحضراتكم، بنتواصل معكم وبرنامج ليه لا، اللي هو طبعا بديل عن برنامج اما بعد. خلال شهر رمضان المشهد السياسي هو هاجس المصريين الان، هذه الساعات الفاصله اللي بعديها ربما نشهد يوم تاريخي اخر ينضم الى يوم 30 يونيو والايام التي تلت 30 يونيو حتى يوم 3 يوليو التاريخي اللي خرجت فيه أكبر حشود في تاريخ الإنسانية في ثورة سلمية. هل سيتكرر هذا المشهد بعد خطاب ودعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع اللي قال فيها أنا بطلب منكم وأول مرة بطلب منكم إن أنتم تخرجوا وتنزلوا الميادين مصر كلها يوم الجمعة؟ طيب هل كان في دعوات سابقة لمليونية قبل دعوة السيسي؟ هل شباب الثورة دعوا لهذه المليونية لحماية الثورة قبلها؟ وإيه رأيهم هم في هذه الدعوة وحجم المشاركة وتوقعاتهم؟ وأسئلة كثيرة جدا أنا عارف أنها بتشغل حضراتكم، لكن الشيء اللي أنا أتشارك فيه كمواطن معاكم حتى مش كإعلامي، أن احنا يجب أن احنا ما نقلقش أبدا، ويجب أن احنا نثق في إرادة الشعب وفي جيشه وفي ربنا، لأننا على حق ببساطة شديدة. برحب بالأستاذ أحمد غنام، وهو من تنسيقية 30 يونيو شباب جبهة الإنقاذ. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. سؤالي الأولاني، قبل ده كان التمرد وغيرها من حركات سياسية كانت دعت ل 30 عفوا كانت دعت ل 26 اللي هو بكرة لخروج الناس في الميادين، ولا ما دعتش؟ طيب احنا بس عايزين نذكر الناس باللي قالوا، انا اسف يعني انا هذكر اسمه، محمد البلتاجي لما طلع قال وهدد الناس في رابعه وقال 10 رمضان وما ادراك ما 10 رمضان و17 رمضان وما ادراك ما 17 رمضان. من غزوه بدر، قال غزوه بدر، وان الملائكه هتنزل تحارب مع جماعه الاخوان، تحارب الكفره بقى اللي هو جموع المصريين يعني. هو بس الاول احنا قبل ما نتكلم ان يعني لما قالوا سيدنا جبريل هو لوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا شايف بس ان انا بجد ودي مش تريقه، ان هم بس يعني زي ما بيقولوا كده ان هم شافوا ما شافوا سيدنا جبريل، هم اعتقد ان هم شافوا سيدنا عزرائيل، فهم يعني ايه زي ما بيقولوا كده ايه واشوا بيهم يعني. بس انا شايف ان احنا الفتره الجايه دي ولا سيدنا عزرائيل ولا بيشوفوا. لا لا هو يعني. طب بس قول لي الاول السؤال اللي انا سالته. طيب. هل كان في دعوات ل 26 يوليو بشكل سريع؟ احنا لما جينا 10 رمضان عملنا افطار جماعي في ميدان التحرير. أيوه. وفي الاتحاديه في كل جميع المحافظات الجمهوريه. ودعينا لزيه برضه يوم 26 اللي هو غدا يوم الجمعه. هستاذنك بس ما تخبطش بالقلم عشان ده ممكن يعمل ديستورشن للمشاهد. طيب اتفضل. انا شايف بس ان احنا بكره احنا فعلا كنا عاملين دعوه للافطار داخل ميادين المحافظات. منها بكره على سبيل المثال محافظه القليبيه كنا عاملين فطار جماعي قدام مبنى المحافظه. احنا عندنا كان عندنا شعور ان مش الثوره بتتسرق، لا احنا كنا شايفين ان احنا عدم تواجدنا في الميادين ده برضو هيرجعنا تاني ان احنا سيبنا ميدان التحرير بعد 25 يناير وما كملناش ثورتنا ورجعنا تاني ان احنا برضو نفكر ازاي نكمل ثورتنا. انا شايف ان احنا لازم نلتحم مع الناس في الفتره الجايه ولازم بجد نتواجد في جميع الميادين. يعني وجهتوا دعوه ولا ما وجهتوا؟ لا طبعا احنا وجهنا دعوه في تحضير للجمعه من الجمعه السابقه ولا في الايام الاخيره بس؟ لا احنا عملنا دعوتين 10 رمضان و 17 رمضان المعلنه ان انتوا عايزين حشد اعلن. بس احنا برضو احنا شايفين دعوه الفريق السيسي هي الاقوى. طبعا هي الاقوى طبعًا. لان هو راجل زي ما قال في بيانه ان هو اول مره يطلب حاجه من الشعب. فانا شايف ان الناس كمان في الفتره اللي فاتت شافت ان الجيش ملاذ ليهم من بعض القوى الارهابيه الموجوده على الساحه. فالراجل لما دعا الناس، انا عن نفسي انا شايف نبض الشارع طول ما انا جاي، لا احنا نازلين بكره، نازلين رايحين، لا ده احنا كذا. حتى احنا في دعواتنا احنا كنا وجهنا دعوات شخصيه لجموع الناس انها تفطر معانا في الميادين. بس انا شايف ان الدعوه رغم انها جت شفهيه من فريق اول عبد الفتاح السيسي في تخريج الدفعه، ده خلى الناس كلها تحس ان الثوره في يعني سطو عليها او في بعض في خطر في خطر ما على الثوره.
فابتدت الناس كلها، انا شايف الناس النهارده من النهارده ابتدت تتواجد في ميدان التحرير، ابتدت تتواجد في ميدان الشؤون في المحله، ابتدت تتواجد عند مبنى محافظه الاقليميه، عند بعض في اسكندريه النهارده في مسيرات، في كل حته في مصر النهارده موجود مسيرات لبكره. طب في ناس يا استاذ احمد غنام بيقولوا طب. ايه؟ بيقولوا طب يعني احنا فوضنا الفريق السيسي والقوات المسلحه اصلا بدايه من 30 يونيو وبعد بيان السيسي العظيم اللي جنب مصر حرب اهليه، احنا مفوضينه وقضيه الامن القومي دي يعني مفوض هو فيها سلفا يعني هو والشرطه طبعا الجيش طبعاً. والشرطه. طب يعني ما معنى الحشد هنا؟ هل في رسائل ما يريد الفريق او عبد الفتاح السيسي ارسالها من الحشد؟ طيب انا شايف ان الدعوه دي بس ان هو دي رساله بجد موجهه لجميع الناس سواء داخليا او خارجيا، ان احنا متواجدين، ان احنا دي ثوره سلميه، ان دي ثوره شعب وليست يعني زي ما هم عايزين يسموها ده انقلاب عسكري على السلطه. ده طبعا مش مستحيل، ده بالعكس احنا ما قبل 30 يوليو احنا دعينا جموع الناس كلها للتظاهر، ولما ادينا فرصه شهر 30 يوم من 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 بقى من بدء تجميعنا استمارات تمرد، ده كان عشان ندي فرصه للحشود، لان احنا كل مره هلكنا نفسنا في مدنيات صغيره وكنا بننزل وما كانش لها تحضير وحاجات من دي. فادينا لنفسنا شهر كامل 30 يوم نقول للناس انزلوا تعالوا هنكمل الثوره على الفساد، نفس نظام مرسي هو نفس النظام القديم، احنا مش هنعيد النظام تاني. فطبعا انا شفت الناس، طبعا كمان كان في دعوه للرئاسه قبلها ان في اسبوع، وكان قبلها في دعوه كمان ان تعالوا كقوه سياسيه ومؤسسه الرئاسه اقعدوا مع بعض وبوجود الشرطه والجيش واتفقوا. فطبعا كان رفض من مؤسسه الرئاسه اياميها، وبعد كده جت مهله الفريق فتح السيسي كمان ان هم يقعدوا تاني، فهو الرئاسه قابت انها فعلا يعني يسمعوا صوت الشارع اللي كان موجود. وده برضو هيرجعنا لكلام مرسي اللي قاله في ميدان التحرير لما قال انا لو خرج عليا واحد او 10 قالوا لي لا روح انا همشي، فهو الراجل هو يعني شاف جموع الشعب المصري ابى ان هو يتنحى وان هو ينزل، على الرغم ان دي كان كلامه من الاول للناس كلها. ووفقا لكلام سياده الفريق عبد الفتاح السيسي ايضا في خطابه، هو كان بيقول لسياده الفريق بيقول له دول بضع الاف، فقال له انا اجيب لك الصور بقى اللي صورتها الطائرات القوات الجويه عشان تعرف ان دول مش بضع الاف، دول ملايين. هو بس انا كمان برضو عاوز اقول كمان ان كانوا بضع الاف، وان هو قال ان 30/6 كان، او ان هم برضو عايزين يصوروا ان 30/6 كان بضع الاف، احنا لازم بكره نوريهم بضع الاف دول هيبقوا موجودين ازاي في الميادين، هيبقوا موجودين ازاي في كل جموع مصر، المسيرات هتبقى موجوده ازاي في التحرير. انتوا دوركم هيبقى ايه بكره في الميادين؟ هل انتوا بتلعبوا دور في تامين الميادين نفسها، في تجهيز الموائد الافطار، في ترديد شعارات بعينها، في اي يعني اشرح لي ايه دوركم بالتحديد؟ طيب احنا طبعا الاول انا عاوز اتكلم بس عن لجنه المحافظات وشغلها. احنا كنا يعني تم انعقاد جلسه لجنه المحافظات، وتم تنسيق مع منسقين المحافظات ان لازم أن يكون في حاجه قدام مباني كل محافظه، بحيث ان احنا نتواجد في كل جموع مصر. الثوره مش الاتحاديه والتحرير، الثوره هي شوارع مصر بالزبط. هي العشوائيات، هي القرى الفقيره، محافظات مصر كلها هي دي. فاحنا عملنا ايه؟ قلنا ان احنا نعمل دعوه للافطار، الناس تفطر معانا في الميادين، خصوصا ان هم كمان الاخوان المسلمين قالوا ان هم بكره مسيرتهم من بعد صلاه الجمعه. فاحنا قلنا خلاص ان احنا كمان هنبقى موجودين في الميادين بتاعتنا، ان احنا كمان هنفطر مع الناس. فابتدينا نوفر للناس بعض اللوجستيات، مثلا زي الافطار، زي الميه، زي اللي قدرنا نوفره. عملنا دعوات ان الناس اللي يقدر يجي بفطاره يجي، بعض رجال الاعمال لو حد حابب برضو ان هو يشارك بعض المؤسسات الخيريه. انا شايف ان ده دورنا دلوقتي، وان ده لازم ان احنا نعمله، ولازم الناس تتواجد في كل حته. لازم ان احنا بكره من بدري نكون موجودين في كل حته في مصر، نفطر في الميادين، نقول للناس احنا موجودين، نقول للعالم كله احنا ما كناش بضع الاف، ما كناش 5/6، لا بالعكس احنا كنا 30 مليون واكتر من 30 مليون. وبكره برضو لازم نقول لهم ان احنا اكتر من 30 مليون، وان دي اراده شعبيه ومهاش انقلاب عسكري على السلطه، بالعكس دي ثوره سلميه تمام حماها الجيش المصري بدوره، وده دور الجيش المصري والمؤسسه العسكريه ومؤسسه الشرطه، ان هم في خدمه الشعب، وان هم متواجدين تحت دايما تحت نداء الشعب المصري. وانا شايف ان هو ده ما يقلش بجد
يعني الفريق عبد الفتاح السيسي زيه زي اي حد، انا بقولها من دلوقتي، هو زيه زي حد من الشعب المصري، زي حد من شباب الثوره، زي حد لبى النداء لما الشعب نزل في الشارع وقال له انا عاوزك تيجي عشان خاطر انا شايف ان الحكومه دي او الناس دي بجد هم مش هينفعوا يحكموا مصر. فالراجل نزل ولبى النداء، وده كان كويس بجد. يعني احنا شايفين ان ده كانت رؤيه عظيمه منه، وان هو برده لو انقلاب عسكري زي ما هو بيقولوا ما كانش ادى مهله الراجل 7 ايام بعدين 48 ساعه. يعني ما كانش يعني شعوركم ان بكره يوم هيمر بسلام مش هيبقى فيه اي عنف، او ان الميادين اللي هتتظاهروا فيها تلبيه لدعوتكم ودعوه الفريق الاول عبد الفتاح السيسي لن يعكر صفوها اي اشتباكات او مناوشات او غيره؟ طيب انا برضو مش يعني مش عاوز اقول كلام يخوف الناس انها ما تنزلش، لا الناس تنزل بكره. وجودنا وكلنا في مع بعض يعني بحاجات كبيره مش هيخلي حد فينا، مش هيخليهم هم يقدروا يعملوا اي حاجه. معظم الاشتباكات لو احنا بصينا انها حصلت ازاي، انها هم يعني العدد لما كانت بتبقى صغيره هم بيعملوا اشتباكات مع الاعداد الصغيره. فوجود بدليل ان 30 يونيو والايام اللي تلتها ما كانش في حد حصل له خدش، يعني 3/7 ما حدش فيهم حتى رفع صوته، ما حدش تواجد في اي حته، ما حاولوش حتى يعملوا اي حاجه. ده بجد انا شايف ان احنا وجودنا يعني اطمنوا يا جماعه وانزلوا حافظوا على ثورتكم، ولبوا نداء الفريق اول السيسي لتفويضه في محاربه الارهاب. الارهاب ده هيطالنا جميعا. طيب استاذ احمد غنام، عايز اسالك عن رايك في الاراء الاخرى المعارضه لدعوه الفريق السيسي في حزب مصر القوية وحزب النور والإخوان بالطبع، وبعض بعض السياسيين زي أيمن نور وخلافه وعبد الهادي وفنان عمرو واكد وغيرهم. انت شفت الـ يعني مخاوفهم دي ازاي؟ طيب انا بس حابب اقول حاجة، بدل ما نقول انها دعوة الفريق عبد الفتاح السيسي، هي دعوة مصر. دعوة الشعب المصري. لا دعوة مصر. مصر يعني هي مصر بكرة بتنادي الشعب، بتنادي الفريق السيسي، بتنادي حضرتك، بتنادي كل حد ان ينزل بكرة. تمام. اللي محتاج يحمي ثورته ينزل بكرة، اللي محتاج يعيش كويس ينزل بكرة، اللي محتاج ما يحصلش له نفس الأزمات اللي حصلت من قطاع نور، من أزمات كهرباء، من بنزين، من ينزل بكرة. أولا أنت قلت بعض الأسماء أنا بالنسبة لي عليهم علامات استفهام. في اسم أو اتنين أنا مش هقدر أتكلم عنهم، بس انا بتكلم على الاسماء الثانيه، هم كانوا ازاي وبقوا ازاي والدنيا يعني هتبقى ماشيه ازاي. يعني اولا الاستاذ ايمن نور، تمام، كلنا عارفين ارتباطه الاساسي اللي كان مع مؤسسه الرئاسه في الفتره اللي فاتت، ووجوده في لجنه التنسيق للدستور وما بعد وما بعد وما بعد. فمش غريب عليه النهارده انه يطلع يقول لا وان ده كذا وان ده كذا وفي في وفي، ده مش غريب، مش هيبقى غريب عليه. دي نقطه. نقطه كمان، حزب مصر القويه والدكتور عبد المنعم مفتوح، انا مش يعني انا حتى الان مش قادر اقول هل هم فصيل ثوري، هل هم فصيل سياسي وطني، ولا هل هم زي ما بيقولوا خلايا نايمه للاخوان المسلمين. بس انا 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 شخصيا انا شايف ان هم خلايا نايمه للاخوان المسلمين حتى الان. حزب النور يعني انا 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 بجد برضو احترت له. حزب النور تواجد معانا في اول دعوه للفريق عبد الفتاح السيسي وقال حقنا لدماء المسلمين، انا متواجد على الساحه ومشارك في خريطه الطريق. وجه دلوقتي قال لا ده انا بره المجموعه وبره القصه. حزب النور كان قاعد بيتفاوض معانا والقواعد بتاعته في رابعه العدويه. طيب جبهه 30 يونيو راضيه عن تشكيل الحكومه بشكلها الحالي وعن خريطه الطريق ومؤيده لهذا المسار؟ تنسيقية 30 يونيو عفوا. تمام. انا شايف انا اولا احنا كان عندنا بعض العلامات استفهام عن الحكومه، خصوصا وزير النقل الدميري واكثر من حد واكثر من شخصيه. وزير النقل الدميري ملحوظاتكم ايه عليه؟ طيب افكر بس حضرتك، وانا ما كنتش حابب ان احنا في سهره رمضانيه وان احنا موجودين النهارده، بجد ان بكره احنا في ايام وساعات حاسمه وكل الملفات. انا بس يعني كنت انا 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 يعني حادث قطر الصعيد الناس كلها، انا ما كنتش بس حابب ان انا افكر الناس بيها، كانت حادثه مؤلمه طبعا. كان هو وزير النقل الاساسي، يعني هو كان موجود وكان متواجد، واحنا اياميها برضو طلعنا، كان بس كان ساعتها صوتنا صغير قوي لان كنا 50 60 100 1000، كنا صغيرين قوي ما كناش بنقدر نقول، يعني كنا بنطلع كلنا عند نقابه الصحفيين لو قلنا كلمتين كان الامن المركزي بيفضنا. فانا عاوز بس اذكر الناس ان احنا عندنا علامات استفهام، عندنا علامات استفهام على الحكومه، رغم ان بعض الناس تقول انها بتمثل انها القوى المدنيه والتيار المدني حاليا. انا شايف ان يعني
الفترة الزمنية القليلة دي مش هتخلينا برضو ان احنا نتكلم مع الحكومة قوي، او الحكومة هتيسر اعمال الفترة دي. انا شايف ان احنا همنا هتسير الاعمال. انا شايف ان احنا همنا الجاي في الدستور. شايف همنا الجاي هيكون الدستور اولا ولا هيكون الانتخابات اولا؟ يعني رأيكم انتوا في المسألة؟ لا الدستور اولا، هيكون دستور اولا. دستور اولا. انا شايف ان احنا همنا هيبقى في الدستور. بعد الدستور هيبقى همنا تاني في انتخابات رئاسية او برلمانية ايهما اولا. انا شايف ان احنا بجد مش هنقول ان احنا نصبر على الحكومة، لا احنا نصبر على خريطة الطريق. احنا استبرنا على نظام فاشي بجماعته سنة 12 شهر او اكتر، استبرنا على اننا نشوف دم كل يوم ونشوف دعوات للعنف منهم. انا شايف ان احنا 6 شهور قريبين قوي نستنى نشوف الدنيا بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي. هل هنقدر ان احنا نقول الفتره الجايه دي مع او ضد؟ مش هنقدر نلحق. مش يعني احنا بلغنا الحكومه وبلغنا الدكتور حازم ببلاوي وبلغنا مؤسسه الرئاسه اعتراضنا على بعض الوزراء الموجودين. انا شايف ان برضو الحكومه ممكن تقدر تتدارك الامر في الفتره الجايه، بس انا شايف برضو يعني مده خريطه الطريق اللي هي 6 شهور او تزيد يعني ايام بسيطه دي هتخلينا ان احنا نصبر على الحكومه شويه. هل في مطالب هترفع في مليونيه الغد غير مواجهه الارهاب؟ يعني هل في شعارات معينه تم تحضيرها، مطالب محدده هتترفع كده في لافتات بتطالب مثلا السلطه الحاليه بتنفيذها والرئيس رئيس الجمهوريه المؤقت والحكومه بتنفذها فورا؟ طيب انا شايف ان ده حتى لو كان موجود هو مش موجود. انا شايف ان احنا بكره نازلين ضد جماعه فاشيه، ضد ارهاب موجود على الساحه، ضد ناس عملت تفجيرات في المنصوره وفي اكتر من مكان. البلتاجي نفسه طلع قال ان هم مسؤولين عن احداث سينا، شايف ان كل يوم بيتسقط مننا عساكر ملهاش ذنب. اخواتنا ولادنا، ويعني انا شايف ان ده كله ملوش ذنب. انا شايف بكره ان احنا يعني لازم نتعلم من الاخطاء يعني السابقه بتاعتنا. ان احنا مش هنكتر المطالب، لا احنا مطلبنا بكره واحد بس، توحيد هدف واحد. احنا بكره ضد الارهاب، ضد العمليه التفجيريه، ضد العنف. انا شايف. طب هي كلمه الارهاب هنا البعض يعني بعض يعني المثقفين يعني يقول لك بس هنا جمله الارهاب يعني جمله مطاطه، يعني بيخشوا انها ما تبقاش محدده فتستخدم حتى ضد من لا يجب ان تستخدم ضده. هل عندكم الهاجس ده؟ هو حاليا مش موجود. لان اولا الفصيل اللي طلع وهاجم وقدام وارهب الناس واعلى مسؤوليته عن تفجيرات واعلى مسؤوليته عن حاجات، هو ده الوحيد الموجود على الساحه. انا مش شايف غيره. يعني انا مش شايف دلوقتي ان في شباب ثوره متواجده. تفتكر ازاي هيتم مواجهه الارهاب بعد ما المليونيه دي؟ يعني انتوا عملتوا مليونيه بكره واستمرت حتى لصباح السبت وابتديتوا تنصرفوا من الميادين او تقل الاعداد، تفتكر دور الشرطه والجيش هيكون ازاي؟ يعني تخيلك انت. طيب هو صعب ان انا اتخيل الموضوع دوت، لاني اولا انا شايف ان اهل رابعة نفسهم متضررين. فاول ناس هترفع مطلب بكره يعني فض اعتصام رابعة. تمام. بس انا شايف ان ده هيبقى دور الشرطه والجيش. هم يعني هم اكتر مني علما في الموضوع دوت، وهم يقدروا هم يقولوا ان هيعملوا ايه بالظبط اتجاه القصه. هل هيسيبوا الاعتصام موجود؟ انا كنت شايف ان اعتصامهم لو الاعتصام كان سلمي وفضل يعني وما زال سلمي، فما حقهم ان هم يتظاهروا سلميا، حقهم ان هم يعتصموا. بس يعني بس في اماكن لا تضر بالسكان وتكون يعني مهيئه للتظاهر بعيدا عن تعطيل يعني أنا بس حياه السكان نفسهم. طيب انا ابتسامتي بس عشان حاجه واحده بس. انا عاوز اذكر بس يعني بعض قيادات الاخوان المسلمين، وخصوصا صبحي صالح لما طلع كان بيعمل قانون تظاهر وكان ضدنا وكان بيقول و و و هل هو دلوقتي احنا نقول ان احنا برضو هنعمل قانون تظاهر وضدهم ولازم ان هم يعلنوا الشرطه والجيش او الشرطه بالتحديد على 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 موعد تظاهراتهم؟ اولا هم كانوا ساعتها في السلطه فبيحطوا القوانين اللي يعني تحافظ على نظام الحكم الخاص اللي هم يعني مسيطرين عليه. طيب. او بيحكموا لانهم كانوا بيحكموا. طيب انا يعني حضرتك انت شايف دلوقتي احنا يعني الناس دي كانت شغاله ضد كل الناس، ضد كل الناس. من وضع قانونا لاخيه يعني وقع فيه. طيب في تصوراتك انه هذه الفوضى او هذا القلق وهذا الارهاب هينتهي بعد قد ايه؟ هو انا بجد انا احنا بس مش عاوزين نخش في نفق مظلم ونخش في وقت كتير. لاني برضو انا حاسس ان هم السكينه سرقاهم. احنا دعينا لاكتر من مره ان نتصالح وطني، واحنا دعينا لاكتر من مره ان احنا نقعد معاهم،
وان خلاص خليكم يعني ما فيش مشكله، خلينا ان احنا نعيش بجد، ده وطن واحد وده وطننا كلنا. بس هم يعني لحد دلوقتي متمسكين برايهم، متمسكين بالعنف، متمسكين. انا شايف ان احنا يعني بعد يا بعد بكره يعني احنا بعد ما نقول ان احنا خلاص يعني ضد الارهاب وضد وضد وضد، انا شايف ان ده بجد، ومش عاوز بقى الزم الجيش والشرطه بالتعامل الحازم معاهم. وعاوز برضه اذكرهم ان احنا ان دي كانت نفس دعواتهم لينا لما كنا في مجلس الوزراء، كنا في محمد محمود، كنا في اي حته، يقولوا دول بلطجيه فلازم انت تتعامل حازم معاهم، ولازم تفض اقسامهم بالقوه و و عشان عجله الانتاج. انا بس عايز اذكرهم، برضه بالاثنين، الاستقرار وعجله الانتاج يعني. فهم لازم يفتكروا الكلام ده. وبرضه لما هم طلعوا قالوا يعني حبوا لفقوا للحرس الجمهوري الموقع بتاعت الحرس الجمهوري، انا بس عايز اذكرهم برضه لما كنا في مجلس الوزراء، ايه اللي وداها هناك وهي لابسه عبايه الكراسين؟ انتوا ايه اللي وداكوا هناك؟ ده كمان في دلوقتي استخدام لنساء هذه الجماعه في مقدمه التظاهرات، حصل في المنصوره وفي مسيرات كثيره. لا بالنسبه للاربع شهادات اللي كانوا متواجدين في المنصوره، تقرير الطب الشرعي قال ان الرصاصات من خلف. طيب هو ده يعني نتركه للتحقيقات. وبمناسبة التحقيقات دعني أسألك سؤال برضو بيتردد في الشارع السياسي، يعني البعض بيرى يقول طب هو ليه الملفات ما طلعتش؟ في ملفات كثيرة تأخر ظهورها، هل في ضرورة أمن قومي لتأخرها؟ ملف مثلا جنودنا في رفح العام الماضي، في رمضان الماضي، ملف الجنود المختطفين حتى الآن في سيناء، حتى اللي اختطفوا وعادوا، قضايا التخابر اللي بنسمع عنها، لماذا لم يكشف كل هذه اقتحام السجون والأقسام الشرطة، حرق أقسام الشرطة في 25 يناير؟ لماذا في تقدير يعني شباب زي حضرتك في تنسيقية 30 يونيو بينظروا للأمر ده إزاي؟ طيب أنا عندي رأيين في الموضوع. أنا عندي رأي شخصي ورأي الموجود في الشارع. يعني لو انا قول لنا الرايين، قول لنا راي الشارع الاول. راي الشارع ان طبعا الشارع عاوز يعرف ايه اللي حصل والناس دي عملت ايه، وان ويعرفوا الحقيقه بجد، لان احنا دي كانت مسلسلات هزليه اتعرضت علينا. ما حصلتش حتى بعض يعني انا اسف، مسلسلات الكرتون او افلام الكرتون يعني كلنا كنا عارفين ان هم لهم يد من اول يوم، كلنا ما حدش يعمل الكلام ده، مين معاه سلاح مع غيرهم هم متواجدين. بس انا رايي الشخصي، لو انا بجد يعني مسؤول عن الملفات دي، انا مش هفتحها دلوقتي. فتحها دلوقتي هيؤدي الى بلبله. بعض الناس هتبقى يعني هتسيب الامر اللي احنا فيه وتنصرف انها تعرف وتتابع. افتحها امتى؟ انا شايف بعد ما يعني بجد بعد ما نقضي على اللي بيحصل في سينا، بعد ما نقول لهم لا احنا نستقر الوضع، احنا ضد الارهاب، وان انتوا لا ده لازم كله يتواجد في بيته، فيعني والناس كلها ترجع اللي ده بيحصل. بعد كده اجي للناس كلها بكل شفافيه اقول ده حصل واحد واثنين وثلاثه، والمسؤول عن حتى لو اتهمك العالم الخارجي او المجتمع الدولي بان انت عامل ما يشبه الاختفاء القسري او الاختطاف للرئيس المعزول. انا شايف بس ان ده يعني الاتهامات دي هتبقى كده موجوده، لان بعض الدول وبعض العالم يعني حلفاء ليهم، وهم كانوا مسلمين ووصلوا الاخوان المسلمين للحكم عشان خاطر تبقى ارض خصبه ان هم يشتغلوا فيها داخل مصر على ملفات معينه. فانا شايف ان الاتهامات دي يعني كتير قوي، الاحوال كانت هو في كل احوال هيتهمني وهيقول لي بدليل ان هو دلوقتي امريكا برضو كانت بتقول ان ده انقلاب وده 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 وده، فطلع دلوقتي يقول لي النهارده ده، طب نتفاوض، طب مرسي يخرج ويروح رابعه، طب مش عارف ايه، طب هو ده برضو انا شايف ان هو ماله يعني، هو ملوش علاقه. والله انا شايف من رايك برضو ان امريكا بتتدخل كثيرا في شؤون دول بلا حق ليها في هذا، وبترعى الإرهاب في العالم كله. طيب التصالح والمصالحة، فكرة المصالحة البعض بيربطها بنسيان كل شيء ونحضن بعض وتبقى الدنيا جميلة وخلاص، والبعض بيرى أنه يجب كل من أخطأ أن يحاسب إذا كنا عايزين نعدي للمرحلة التالية. طيب ده برضو هيبقى حسب فكرنا احنا على المصالحة. يعني أولا حصل من جماعة الإخوان المسلمين، انا اسف، مش خناقه في شارع، مش 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 زعيق و و و و فانا هنساله كل حاجه، لا، انا بقول من اخطا يحاسب، من اخطا خصوصا ان في وزاره للعداله الانتقاليه دلوقتي، وده بجد انا شايف ان ده كان احد مطالب الثوره. انا شايف ان ده دورها الفتره الجايه دي، من اخطا يحاسب. انا كان ممكن اتصالح وامد ايدي قبل اي حد واقول ان انا بجد ده وطن واحد، وان احنا كلنا متواجدين على الارض هذا الوطن، وان احنا
اخوات وان احنا دين واحد، احنا عشنا مع بعض من صغرنا، ما كانش في فرق ما بين مسلم وما بين مسيحي. لو كان ما حصلش بعض الشعارات الدمويه اللي اصدرها جماعه الاخوان المسلمين على منصاتهم، ما كانش حصل بعض التفجيرات، ما كانش حصل مقتل لبعض الناس، ما كانش هجموا على الشباب العزل، ما كانوش هجموا على بعض المسارات الموجوده. فده ده ده كان ساعتها كنا نقدر نقول لا احنا مع المصالحه الوطنيه، وان احنا لا لازم هم فصيل موجودين. بس انا بس انا عاوز اوجه كلمه لجمهور الشعب المصري. الناس بس بتخلط، انا بتكلم في العوام بالذات، بيخلطوا كل الناس الملتحيه مش هم الاخوان المسلمين، كل الناس الملتحيه مش هم السلفيين. انا بس يعني ده بجد، انا شفت الكلام ده، كان في معظم الناس كانت موجوده معانا في التحرير وفي الاتحاديه وفي المحافظات، هو متدين ومربي بانه بس ما هو ومعايا انتميش لاي فصل، ومعايا وبينزل يقول لا ان هم غلطانين وان هم كذا، بدليل الرسلانيين هم اول ناس قالوا لا احنا لو حتى لو رحنا الانتخابات ندي الفريق فلان وما نديش مرسي. مين الرسلانيين اللي هم اتباع محمد سعيد رسلان، السلفيين الرسلانيين؟ طلعوا قالوا ندي لفلان وما نديش لمرسي، لان انتوا ما تعرفوش الاخوان المسلمين لو وصلوا للحكم ايه اللي ممكن يحصل. ودي كانت مخاوف اصدرها الرسلانيين ايام انتخابات الرئاسه وتحقق. وفي الصوفيين ده قطاع كبير جدا يعني. انا بس بوجه رساله لعامه الشعب، ان مش كل من اطلق لحياته هو اخوان مسلمين، مش كل من اطلق لحياته فهو سلفي. انا شايف بجد ان احنا محتاجين ان الناس دي هم اللي موجودين معانا في الارض الواقع، زي الصوفيين، الرسلانيين، جماعه التبليغ والدعوه، الناس دي متواجده على الارض والناس دي موجوده، مالهاش علاقه باي حد، مالهاش علاقه باسلام سياسي، الناس دي لها علاقه بدين بس، ان هم زي ما بيقولوا بيطلعوا يقولوا قال الله وقال الرسول فقط. انا بس بوجه يعني بجد نداء للناس كلها انها لازم أن تتحرى. ما يحصلش برضو يعني هجوم عليهم. الناس دي ناس برضو محترمة. انا شايف ان احنا توجهنا بكرة للي بيقول ان هو اهدر دمي وقال ان انا اسف اللفظ، انا كافر وانني كذا وانني كذا، انا شايف ان ده انا بكرة اقول له لا انا مش كافر، انا مؤمن، انا مسيحي، انا مسلم، انا مصري، انا مصري. نعم. بس طيب كان في ظاهرة في 25 يناير، ما عرفش حضرتك يعني كنت مشارك في فعاليات الثورة في بدايتها في 25 يناير ولا لا، لكن كان في ظاهرة هي كثرت الائتلافات الثورية وظهور حركات سياسية كثيرة جدا، وابتدينا برضو في فترة أخيرة نسمع عن يعني إيه جماعات سياسية برضو شبابية كثيرة. يعني هل دي ظاهرة صحية ولا ظاهرة سلبية؟ أنا بحمد ربنا ان انا كنت متواجد من اوائل من الطبيعه الثوريه الاولى، وان انا كنت متواجد من يعني متواجد يوم 25 و26 و27 وجمعه الغضب اللي انا بعتبرها ان هي دي الثوره الحقيقيه. وبقول بس ان انا يعني بجد كثره الائتلافات اياميها، اولا معظم الناس كان في ناس جديده علينا، ما كان الناس ما تعرفش بعض، كان كل الناس برضه هتخلينا نخش برضه في موضوع ان 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 كان في تفاوض مع 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 اتنين بس، ائتلاف شباب الثوره اياميها واللجنه التنسيقيه اللي كان يرأسها صفوت حجازي. فكان التفاوض مع الاثنين دول، والاثنين دول كانوا رايهم كان لجنه ائتلاف شباب الثوره كان في بعض شباب الاخوان المسلمين، وبرضه امثال معاذ عبد الكريم اللي موجود دلوقتي في جبهه الضمير كان موجود في ائتلاف شباب الثوره، فهو كان رايهم واحد. اللجنه التنسيقيه لجماهير الثوره هي نفس يعني كان اياميها نفس راي شباب ائتلاف شباب الثوره، مع وجود بقى بعض الناس زي خالد تليمه والناس دي اللي هي كانت وازنه شويه الموقف. لا انا دلوقتي اشرح لي دلوقتي، هل ما زال في ائتلافات كثيرة جدا؟ انا كنت هتكلم. فده دعا الناس، دعا الشباب ان كل مثلا 100 او 200 او 10 او 20 يعملوا ائتلاف ويبتدوا يتكلموا فيها. وكمان مش عايز اقول بقى ان يعني هو استاذ صدر المجلس العسكري، ده بالعكس ده كانت حنكه من المجلس العسكري اياميها ان يتفاوض مع كل الناس. والدعوه اللي كانت في مسرح الجلاء وان قال ان كل الائتلافات والشباب والقوى الثوريه الموجوده على الساحه هنتكلم معاها، تمام، ده خلى كل الناس تروح يعني حتى اللي مش في ائتلاف لا يعمل ائتلاف مع 10 ويروح يتفاوض مع المجلس العسكري. وده ادى الى فرقه، وانا شايف ان هو ده انتهى دوره. يعني احنا مرورا من بعد 25 يناير لحد النهارده، حضرتك لو تبص مين موجود دلوقتي على الساحه، حمله تمرد، تمام، وهي طبعا ده يعني انا زي ما بقول ده عريس حقها. ده العريس، انا ما اقدرش اتكلم. نزلت الولد اللي بيقش في اخر ده فعلا هو يعني قاعد يلعب وبصه وجاب جول. فانا دي حمله تمرد جابت 30، هي منشقه مش منشقه يعني
يعني وليدة حركة كفاية برضو بيقال ده، ولا انت مش موافق على الكلام ده؟ هو بص خلينا نقول حملة تمرد، شباب ناقي ثوري مصري. تمام. وفي دلوقتي برضو على الساحة جبهة 30، جبهة 30 يوليو، وفي تنسيقية 30 يوليو. 30 يونيو. جبهة 30 وتنسيقية 30. وتنسيقية 30 يونيو. دي برضو يعني التنسيقية عبارة عن شباب شباب جبهة الإنقاذ وأحزابهم وبعض الحركات والائتلافات الثورية. النهارده ما فيش حد كتير على الساحة، هم دول. نعم. والنهارده حصل كمان احنا عملنا لجنة مكونة من 12، ثلاثة من كل كيان يتواجدوا على يطلعوا وجهة سياسية واحدة. نعم. بيان مشترك، حتى لو في لقاءات مع رئاسة، في لقاءات مع حد، هنقعد نتكلم في مصالحة، نتكلم في أي حاجة، يبقى هم منوط بيهم اللجنة دي إن هم يتفاوضوا ويتكلموا مع الناس. أستاذ أحمد غنام، خلينا أسألك في نقطة برضو مهمة. هل تواجدكم في الشارع يعني مرتبط بوقت محدد؟ يعني الدعوة بتاعت الفريق أول عبد الفتاح السيسي طبعا إن شاء الله كلنا نلبيها، لكن فيما بعد هل إذا احتاج الأمر إلى خروج الملايين، او هل انتوا بتروا ان انتوا ما تتركوش الميادين في هذه الفتره لفتره ما حتى تطمئنوا على تحقق اهداف الثوره كلها، ام انكم يعني بتدخل او بمسانده القوات المسلحه اصبحتم يعني اكثر ميلا الى يعني التراجع قليلا؟ طيب انا بس انا هذكر حضرتك بحاجه. احنا لما دعينا 30 وما بعد 30، احنا من 25 يناير حتى الان الشباب الثوري الموجود النقي بنور بقى بعض الاحداث لسه موجودين في الشارع ما روحناش. انا شايف الدعوه اللي جت من فريق فتح السيسي واللي جت مننا احنا كمان ان الناس تنزل. احنا يعني بنخاطب اهالينا، عامه الشعب، المحافظات. انا شايف ان شباب الثوره متواجد وبقوه في كل مكان. انا شايف ان بكره حتى لو بكره احنا تجمعنا هيبقى موجود. احنا ما بنروحش، احنا موجودين. احنا داعينا للافطار الجماعي وكللها الفريق اول عفتاح السيسي بدعوه للتظاهر. انا شايف ان ده هيقوي بس انتوا موجودين بصراحه يعني مش كل يوم، يعني رابعه مليانه، لكن ميادين التحرير لما بيطلب للناس تنزل بتنزل، غير كده الاعداد بتبقى قليله بدليل انه تم الاعتداء عليكم يوم الاثنين الماضي من قبل مسلحين والتقطتها الكاميرات. طيب انا بس انا هذكر حضرتك بحاجه. دعوه كان قالها مرشد جماعه الاخوان المسلمين محمد بديع، وقال للناس في رابعه افطروا لانكم انتوا في الجهاد اعظم، يعني في جهاد ما تفهموش يعني. فالناس فتره وقت ما الناس موجوده بتشرب ميه على المنصه وعادي يعني. انا شايف الناس هنا بقى العكس في التحرير والاتحاديه. الناس صايمه والناس يعني مقدره ان احنا في شهر كريم. انا شايف كمان ان احنا هم هناك كمان كل يوم عمالين يقولوا دعوات للعنف و و و واحنا هنا متواجدين. احنا بس يعني ايه تواجدكم سلميه. يعني عايز تقول لي ان انتوا اقرب الى معنى وجوهر الاسلام من من يتاجر بالدين يعني. انا كنت حابب اقول كده بس عشان ما كانش يبقى اتهام او اتهام واضح ليهم. بس انا شايف ان بجد يعني ربنا يتقبل بجد من الناس اللي موجوده. انا شايف ان هم الفتره الجايه دي بجد خلينهم. خليني اسالك سؤال يعني حساس شويه او في شكوك كثيره. السؤال بيقول هل تعتقد انه ممكن سرقة الثورة مرة أخرى بأي شكل من الأشكال، سواء تحت يافطة إرهاب أو تحت أي يافطة أخرى؟ طيب من بعد 25 يناير وحتى الآن وده هيخلينا نكمل اللي احنا كنا بنقوله. احنا متواجدين ما روحناش عشان الثورة ما تسرقش. احنا ما شلناش نظام عشان نجيب نظام مستبد. احنا شلنا نظامين كده مش نظام واحد. مش هنعيد افراز اي نظام فيهم تاني. احنا هنفضل نقول لا، هنفضل نقول لا لاي حد هيجي يسرق ثورتنا مننا. احنا خرجنا عشان نعيش حريه عداله اجتماعيه. احنا مش هنروح بيوتنا لما بجد العيش والحريه والعداله الاجتماعيه تواجدوا ايا كان الرئيس اللي هيجي. لو ما بجد ما مشيش على خطى وثوابت الثوره المصريه هنطلع نقول له لا. بس احمد دومه مثلا زميلك كان بيقول اذا الثوره لم تحكم يعني ما بقت جزء من الحكومه يبقى ما فيش امل في تحقيق اي شيء. ده جمله قالها انا سمعتها من
هو فعلا يعني بجد لو ده ما حصلش، بس انا يعني هنا تختلف وجهات النظر. انا قلت برضو في الجمله اللي فاتت ان ثوابت الثوره العيش والحريه والعداله الاجتماعيه دول لو ما اتحققوش انا شايف ان ده هيبقى يعني بالنسبه لنا هيبقى ازمه. دوما انا اعتقد ان مقصده ان هو الثوره وحد ثوري هو اللي يكون موجود في الحكم بالزبط. لان هو اللي يقدر ينفذ مطالب الثوره. يعني على سبيل المثال كان مطروح اسم البرادعي مثلا وزياد بهاء الدين وحزب النور اعترض مثلا. احنا كنا شباب نفسكم، احنا كنا شباب مش موجودين في التشكيل الوزاري، احنا كنا شايفين اعتراض حزب النور ده حتى لو كانت نتيجه الثانويه العامه ظهرت عينيها كان هيعترض على نتيجه الثانويه العامه. هو كان جاي يقول لا، بس لا بجد هو كان جاي يقول لا. هو راجل جاي يقول انا الدكتور برادعي مش موافقين عليه، طب خلاص ماشي نجيب حد ثاني دكتور زياد بهاء الدين مش موافقين. طب ليه رغم ان هم اصلا كانوا موافقين على الدكتور زياد بهاء الدين؟ يعني هما في الاول وافقوا وبعدين اعترضوا، ووافقوا وبعدين اعترضوا وكانوا موافقين كمان لما تروح اسمه بعد الشباب الثوره. ما خدش اي حقيبه وزاريه، لم يشارك في الوزاره، هو دي مشكله. شايف ده ايه يعني ازاي؟ دي كانت مشكله. وده برضو كان ده رجعنا اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه في الاول إن انها فتره زمنيه قصيره. فخلينا برضو ان احنا نقول ندي فرصه للست شهور الموجودين تمام ان احنا نشوف ايه اللي ممكن يحصل. بس احنا كان عندنا فكره انا شايف انها يعني ربنا يكرم وتكمل، ويمكن كمان ده كان توجه القوات المسلحه في اول بان انها تمكين الشباب من منفصل الدوله. فاحنا شايفين احنا نشتغل على ملف التمكين، بس احنا برضو مش هنكون متسرعين، مش بجد مش هنضغط على حد، لا ده بالعكس احنا هندي الفرصه. هنسيب الحكومه تشتغل، هنست شهور اللي احنا موجودين دول فتره قصيره. فانا شايف ان احنا موقفنا يبقى بعد ست شهور هنشوف ايه اللي ممكن يحصل ونشتغل عليه. بعد ست شهور تكون الصوره اتضحت امامكم. يعني هو هي حتى الان وارد النزول للميادين تاني واستمرار الحاله ديت حتى تصلوا الى كل اهدافكم؟ لن نفرط في اي اهداف او ثابت من ثوابت الثوره المصريه. حقوق الشهداء مثلا ده اول حاجه. برضو انا يعني حقوق الشهداء والمصابين، المعتقلين، وبجد انا انت حضرتك ذكرتني، وانا يعني انا بتاسف لاخواتي المعتقلين اللي موجودين دلوقتي في السجون بجد، اللي لهم حقوق علينا بجد. اطهر واتقى ناس يعني الشهداء اللي راحوا مننا، اللي هم ادونا الفرصه ان احنا نطلع نتكلم النهارده. عندنا كم سجين سياسي في السجون حاليا؟ لا عندنا كتير. لا مرسي بصراحه كان، طب يعني مفيش مبرر لبقائهم دي ما انا 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 هم على ذمة القضايا من خلال برنامج حضرتك برضو. بقول للفريق اول عبد الفتاح السيسي ولرئاسه الجمهوريه، الناس دي كانت بتحارب نظام مستبد. لو احنا بجد اعترفنا ان نظام مرسي اخطا، فالناس دي بجد كانوا موجودين بيحاربوا النظام، بيقولوا لا ده مش هيحصل، اخوانه الدوله مش هتحصل، يعني سيطره مرسي واعوانه على مفاصل الدوله مش هيحصل. فانا شايف ان بجد 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 ان الناس دي احنا مش لازم ننساها. يعني مثلا هذكر حضرتك برضو باحد المعتقلين وهو عرفه، ده حضرتك اللي هو شهيب عرفه الونش، اللي هو صاحب المقاعة الشهيرة، اللي هو كان جايب ونش عشان يقتل قصر الاتحاد. انا شايف عرفه راح عمل كده ليه؟ عمل كده ليه؟ عرفه مش مجنون، عرفه عمل كده لما النظام ضغط عليه، ومش ضغط عليه بس، ضغط على الشعب الكل، يعني شعب مصر كله كان موجود عند الاتحادية. عرفه انا شايف دلوقتي ان احنا بجد لو هنعمل مصالحة وطنية يبقى الناس من الناس دي اول ناس تطلع، والناس من الناس دي هم اللي نعمل معاهم مصالحة وطنية، مش حد. لو طلعت دول هيقول لك طيب طلع كل بقى الاخوان والمتورطين في اعمال عنف كمان بالمرة. بص سيد الفاضل، الناس دي يعني انا ما قلتش ان احنا نطلعهم، قلت لو في مصالحة وطنية يبقى مصالحة وطنية مع الناس دي. بس الناس دي ما قتلتش، الناس دي ما يعني ما فيش مصالحه مع قاتل، لكن بس في مصالحه مع من اخطا، ممكن ياخد عقوبته ويخرج او يتصالح. وده اللي احنا بنقوله، وده اللي احنا بنقوله، يعني الناس دي لو كانت اخطات فهم ممكن يتجازوا على اخطائهم، بس ما نفضلش ان احنا برضو مصرين على ان احنا نشلقهم، ما نبقاش نفس النظام اللي فات. فانا شايف ان الفتره الجايه دي بجد
ان احنا نعيد النظر للناس المعتقلين في السجون اللي نقدر بجد واحنا شايفين ان هو اخطا وان خطا بسيط ونقدر ان احنا نتجاوز عنه فده يخرج، انما لو اخطا خطا قاسيم لا يتحاسب. انا مع المحاسبه. انتوا شايفين في المستقبل القريب مرشح رئاسي ما هتتوحدوا عليه ولا كشباب للثوره متحدين في الفكره ديت؟ طيب احنا واخدين ملف ملف فاحنا النهارده لسه ما اجتمعناش بجد، ما عيدتوش مرشح ما بعينه يعني لسه. طب جبهه الانقاذ بيقال انه مصيرها كده يعني تاريخيا كده ما بقاش ليها ضروره دراميه، تتصور دوت وانت من شباب جبهه الانقاذ؟ طيب انا شايف بجد هو يعني في بعض الناس تقول ان دورها انتهى وان شكلت عنه خلاص و لا بالعكس، وجودهم حاليا ضروري جدا، ضروري جدا جدا كمان. اولا في بعض الناس يعني زكاة الناس في الشارع ما زالت يعني في بعض الثقه ما بينها وبين جبهه الانقاذ، وفي ناس هنقول انها ان هم انصرفوا عنها، بس انا شايف ان وجودها حاليا ده ثابت برضو من الثوابت الموجوده. ما زالت المعارضه المصريه موجوده على على على, على حالها. ده كمان عالميا كمان عشان الناس ما تقولش ان احنا كنا ضد النظام لمجرد انه نظام. لا احنا متواجدين، اي حد هيخطا هيخطا هنقول له لا احنا ضدك. كان في على الفيسبوك بعض المواقع كان بتقول بتحذر المتظاهرين الى التحرير والاتحاديه من الالعاب الناريه وطلقات الصوت والحاجات دي حتى لا تستخدم كغطاء في حاله لو في رصاص حقيقي او نيران حقيقيه يعني. ده مهم جدا. اولا لان حصل الفتره اللي فاتت احنا شفنا كان ممكن يبقى في ضرب مثلا في طلعت حرب والناس في العاب ناريه في التحرير فكان اختلط الصوتين مع بعض. فانا شايف ان انا بكره بوجه للشباب اللي هو نازل يحتفل، لا احنا انت جاي تحتفل على انه ورثنا، مش هنقول لك لا رغم ان بكره مش احتفال، انت بكره نازل تقول لا الارهاب. بلاش طلقات صوت، بلاش العاب ناريه، بكره اهتف لمصر بس، انزل وقول لا الارهاب. بلاش برضو ان احنا يعني نغطي على بعض الحاجات لان ممكن ده يبقى كفر بكره لانهم يعملوا بعض العمليات. احنا ان شاء الله بنطمئن الشعب المصري ان الشرطة والقوات المسلحة عاملة تأمينات وتجهيزات غير عادية. يمكن انا وانا في طريقي الى ماسبيرو مريت بميدان التحرير والشوارع المؤدية اليه، في تعزيزات عسكرية زائدة، ومن غير التعزيزات ديت يعني نزولكم بالملايين هو اكبر ضمان للامن، لانه عمرنا ما شفنا الميادين ممتلئة وبيحصل اي اعتداءات. انزلوا زي ما القوات المسلحة بالقائد بتاعها الفريق أول عبد الفتاح السيسي لبى نداءكم في 30 يونيو ثم 3 يوليو، هو طلب منكم أن أنتم تنزلوا لتلبوا نداء الوطن في حماية هذا الوطن ومقدراته وأمنه القومي ومواجهة العنف المسلح والإرهاب. هننزل كلنا وإحنا متفائلين بمستقبل مصر ورافضين لكل قاتل ولكل من يستخدم العنف، ومرحبين بأي شباب من التيارات حتى التيارات الإسلامية اللي عايزة تراجع نفسها وتعود إلى الوطن من جديد وتعود إلى العمل السياسي وليس العمل السياسي المختلط بالدين. احنا في نهاية هذه الفقرة بشكر اولا الاستاذ احمد غنام عضو تنسيقية 30 يونيو، بشكر الشعب المصري اللي كل يوم بنتعلم منه دروس حقيقية، هو فعلا القائد والمعلم. بشكر كل مؤسسات الدولة اللي حالت دون ضياع هذا الوطن، بداية من القوات المسلحة الى جهاز الشرطة الى الاعلام الى كل المؤسسات اللي هي أثبتت أن مصر دولة عريقة فعلا، دولة مؤسسات ولها شعب أكثر عراقة. الشعب المصري أنا متوقع توقعاتي الشخصية أن الحشد غدا بعد ساعات سيكون غير مسبوق وربما يتجاوز حتى حشد 30 يونيو و 3 يوليو ليثبت للعالم كله، العالم كله اللي أحيانا بيزيف الديمقراطية ويدعي الديمقراطية وهو أول من يطعن الديمقراطية، إذا كانت أمريكا اللي يعني أبادت الهنود الحمر وارتكبت جرائم على مر تاريخها من حرب فيتنام إلى العراق إلى أفغانستان إلى اليابان بالقنابل النووية إلى تمزيق العالم، ليس لها أن تدعي علينا إحنا وتعلمنا الديمقراطية. الآن الشعب المصري هو المعلم، هو الذي يعلم
كل شعوب العالم ويدرس لها المعنى الحقيقي للإرادة الشعبية وللديمقراطية. بشكر حضراتكم، أراكم غدا وتصبحون على وطن حر.